إيران أطفال حصاد كورونا. عندما نقول عامل فإن الصورة الأولى التي تتبادر إلى الذهن هي الرجال ذوي الإرادة القوية مع مستلزمات العمل، لكن هنا لا خبر من العضلات المفتولة ولا من الخوذات وأدوات العمل. هنا ترى أطفالا نحافا يعملون من أجل البقاء. هذه هي كلمات صحيفة حكومية عن وضع الأطفال الذين يعملون في جمع القمامة ما يصل إلى 20 ساعة في اليوم. الأطفال الذين يضطرون حتى في وضع تفشي كورونا لقضاء الليل في القمامة لمجرد البقاء على قيد الحياة. طفل عامل: كنا في العمل في الشوارع طوال فصل الشتاء ونزع جلدنا، كان الجو باردا، ولمدة 12 يوما خوفا من التجمد لم نبتعد عن النار وبقينا في تلك الحالة حتى الصباح، قلنا سنتجمد إذا أردنا النوم. بعد 12 يوما أصبنا بالإرهاق، وكان أطفال آخرون يأتون ويرمون علينا شيئا حتى لا نتجمد. كنا نقول إنه إذا رأينا الربيع فلن نموت بعد ذلك. خوش نواشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دلخوش به این مقدار نباشید، ما هم دنیا را میآباد میکنیم و هم آخرت را. هذا مثال الصراع من اجل البقاء لاناس مضطهدين كانوا قد وعد خميني لانقاذهم. مثال لطفل من اطفال العمل الذي يذهب للعمل. وشرا اومدي بيرون كاسبي ان صمت خامنئي وقادة نظامه الفاسدين على الحياة الأسطورية لأبناء الذوات وأولئك الذين يطلق آباؤهم المنافقون على منبر النفاق الوعظ للقناعة، يظهر أن الفساد يبدأ من قمة النظام. لذا فإن الطريقة الوحيدة لإنهاء هذه المأساة في إيران هي إسقاط هذا النظام.